طبعا هي بطولة بتقام للسنة الرابعة، هي بطولة داخلية، لكن حضرتك لما تبص على الأعداد المشتركة تعرف حجم التواصل وحجم الأعداد اللي بيفرزها قطاع السباحة في النادي الأهلي. طبعا أهم حاجة بتميز النادي الأهلي على أي نادي تاني هي التواصل والأجيال اللي بتعقب بعضها. النهاردة إحنا بنعمل مقدمة للولاد دول، بنأهلهم، بنخليهم يتعودوا إن هم يقفوا على الستارت ويدخلوا في جو البطولات والمنافسات بدون ضغوط عصبية ونفسية عليهم، بحيث ان هو يطلع مؤهل انه يشترك في البطولات. البطولات دي برضو بتفرز خامات وبتقدر تخلي المدربين تبص على الولاد وتشوف ايه المميزات اللي عند الولاد وايه القصور اللي محتاج يتعالج خلال الفترات القادمة، بحيث ان هو لما يوصل للمرحلة التنافسية في سن 11 سنة يبقى مؤهل للوقوف والاستمرار في مسيرة النادي الاهلي اللي هي على مدى سنين طويلة قوي. قطاع السباحة في النادي الأهلي قطاع مميز جدا، أفرز العديد من وما زال يفرز العديد من الأبطال سواء على المستوى المحلي الأفريقي أو المستوى الدولي والأولمبي. الولاد دول بيجوا بيشوفوا بيحتكوا، في نفس الوقت هم من خلال تمرينهم طول الأسبوع وطول السنة بيشوفوا الأبطال الكبار، كمان ولادنا المسافرين بره اللي بيدرسوا اللي في امريكا زي علي خلف الله، احمد اكرم، ميشو، هانيا مورو، كل دول لما بيجوا بطولات الولاد بيجوا بيشوفوهم وبيتعرفوا عليهم، بيبقى نفسهم وطموحاتهم ان هم يوصلوا للمستوى الابطال الكبار دول وصلوا له. وده ميزه النادي الاهلي وتواصل الاجيال في النادي الاهلي اللي بيميزنا الحمد لله على مدى تاريخنا عن اي نادي تاني. احنا وجه الاستفاده طبعا ان البراعم لازم نقف على احسن مستوى ليهم قبل ما يخشوا المنافسات الرسميه. في منهم بدا يخش المنافسات الرسميه، احنا عاملين البطوله دي على مستوى كره الميه والسباحه، بس كره الميه عاملينها في الجزيره فصلناها السنه دي عشان الاعداد كانت كبيره شويه السنه اللي فاتت. السباحه عشان نعرف احنا دلوقتي بثلاث فروع النادي الاهلي، فاحنا بنجمعهم كلهم مع بعض، بنعرف مستواهم وبنعرف احنا وصلنا لغايه فين، وده بيبقى حافز للاولاد ان هو يبداوا ينزلوا يحسوا بالمسابقات، يحسوا بجو منافسه بدري قبل ما يشتركوا في بطولات الجمهوريه. الحقيقه الاختلاف ان انا شايف مستويات اخرى، يعني مستوى السباحين اعلى شويه من السنين اللي فاتت، ودي حاجه كويسه، ودي حاجه احنا بنعملها كمان للكادر الاداري والفني عندنا، بيمرنوا نفسهم على التنظيم، بيمرنوا نفسهم على اداره البطولات، وفي نفس الوقت المستوى السباحين عمال بيعلى من وقت للتانية، من بطولة للتانية. ان شاء الله احنا هنعملها بطولتين في السنة مش بطولة واحدة. الاستفادة بتاعت البطولة استفادة كبيرة. تعرف حضرتك ان احنا بنلعب بطولات كل سنة بنبدا من المراحل الصغيره، فاحنا بنلعب من المراحل دي عشان لما بنيجي نلعب البطولات الرسميه بنبقى واقفين على الاستعداد بتاعتنا وبنشوف نفسنا احنا فين ولازم نوصل لفين. وانا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا بقى لنا 3 سنين الحمد لله من ساعه ما عملنا البطولات دي، احنا المراحل الصغيره في النادي الاهلي من بدايه اول مرحله في دخول اول بطوله رسمي الحمد لله بنحصل على كاس البنات وكاس الولاد الحمد لله بسبب هذه البطوله وبسبب المجهود بقى الناس اللي موجوده حوالينا من اصغر عامل لاكبر واحد في النادي، لان احنا كلنا عايزين ننجح اللعبه وعايزين ننجح المنظومه اللي احنا كلنا بنشتغل فيها. حوالي 500 سباح وسباحه، بالنسبه للووتر بولو حوالي 300 لاعب كره ميه. طبعا العدد ده عدد كبير، احنا النهارده الشيخ زايد بقى داخل بقوه معانا ودي حاجه تسعدنا، لان احنا في الاخر كلهم بيلعبوا تحت علم النادي الاهلي. كل ما بتزيد القاعده كل ما بيبقى الانتقاء احسن، كل ما بيبقى فيه منافسه اكبر، كل ما يكون ليه مصلحه للنادي الاهلي. الاختلاف السنه دي احنا اول مره نفصل اللعبتين عن بعض، عاملين كره الميه في الجزيره والسباحه في اهلي مدينه نصر. طبعا ده اتاح لينا فرص اكبر ان احنا نعمل قاعده اكبر، بس ان شاء الله بمشيئه الله المره الجايه هنعمل مفاجاه ان شاء الله ونحاول ندخل الشيخ زايد معانا يبقى مكان للبطوله، يبقى احنا بنستفاد بالثلاث فروع ومبقاش النادي الاهلي واقف على فرع واحد عشان الناس ما بتحسش ان احنا بنميل لفرع، كلنا تحت علم النادي الاهلي.